واو، انا هو فلاش، اسرع مخلوق على وجه هاي الكرة الارضية. انظروا انظروا سرعتي، انا سريع جدا جدا جدا، وسر هاي السرعة موجود في هذا الجهاز. نعم، هذا الجهاز اللي موجود قدامكم، شوفوا ما اسرعني. انا بظني اتمرن على هذا الجهاز 10 20 30 50 1000 ساعة بتمرن على هذا الجهاز. جهاز هذا بخليني سريع، وكمان انا بشرب بوشنات سرعة زي هيك، اوه، عشان اصير اسرع واسرع واسرع، اسرع مخلوق على هذه الكرة الارضية. انا قد ما انا سريع بيطلع مني لما احط يعني طاقتي القصوى وسرعتي القصوى، بيطلع مني الكهرباء يمين ويسار يمين ويسار، ولما اظني انا اتحرك في نفس مكاني انا بحرق الارض لاني سريع. واليوم رح اخذ من هاي البلوكات ورح ابحث عن الأشرار، لأني أنا بسرعتي هاي بقدر أدمر أي شرير. والآن رح تشوفوا سرعتي بالتوصيل، شايد برررر، أنا سريع ترررر. شياطين شياطين، تعال لهون تعال، تعال لهون تعال، أوسوس في راسك وأخليك شرير. تعال شو انت يا ابني، ليش ما تصير شرير؟ الشر جميل كثير كثير. شرير؟ شو رح استفيد اذا صرت شرير؟ رح تصير شرير، تقتل الناس وتسرقهم. رح تصير غني، رح الكل يخاف منك، رح تصير مثل الشيطان، احسن ما تكون هبيلة وطيب. اوه صحيح صحيح، انا بدي اكون شرير. لا لا، انت رح تبقى شرير، انا ما بدي اكون شرير، رح اقتلك. تعال لهون، انت مش قابل انك تصير شرير، مش عارف انا وسوس، لانه انت عندك كهرباء في مخك، ولكن انا راح اقتلك واتخلص من جثتك. انا اللي راح اقتلك واتخلص من جثتك، شاهد سرعتي بالضرب، انا هو فلاش، اسرع يعني شخص في هذا العالم. اي توقف توقف، شو هاي السرعة؟ انا مش عارف، انا سريع، مش عارف اشوفك قد ما انت سريع. المشكلة الكبيرة يعني، ها شوفوا اذا وقعته انا شو رح يصير. ايوه زيك 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 زيك، شو شايدو برجع بطير، عنده اجنحة. شو نقطة ضعف الشياطين؟ شو نقطة ضعف الشياطين؟ هذا ضرب مش قادر اني اضربه، ما بيموت نهائيا، اوقعه ما بوقع نهائيا. شو نقطة ضعف الشياطين؟ ما بتقدر تقتلني، قتل، ما بموت لاني مصنوع من النار، والنار يعني ما عمرها بتموت، وكمان انا ما بتقدر توقعني لاني عندي جناح، جناحي بخليني طاير. طيب ساعدوني ساعدوني يا متابعين الاساطير، اكتبوا لي تحت التعليقات كيف بموت الشيطان. هاك هيك برميه من فوق ما بموت، بضربه ما بموت، كيف بموت الشيطان؟ تذكرت الكلمة هي اللي راح تقتله، اللي هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم فعلتها فعلتها. أنا بنصح الجميع إذا هيك كنتوا حاسين بالخوف احكوا هذا الكلام، لأنه راح يموت، لأنه الشيطان شرير. أين أنا؟ قتلته من بعد ما حكيت بسم الله، مات هذا الشرير. والله أنا فخور جدا جدا، أنا حكيت أعوذ بالله وبسم الله وبعدين مات هذا الشرير، أنا فعلته وقتلته. لهذا الشيطان ما بدي انا اشوف هياك العظمية، ما بدي اشوف هذا القرف مرة اخرى، انا فقط الان بدي اوصل طريق فلاش فلاش سريع، فلاش فلاش سريع. نم نم نم، نعسان كثير كثير، انا سوبرمان خلص بكفي، الان بدي انام. ما في نوم يا سوبرمان، صديقك فلاش قادم اليك. ايه
فلاش، شو بتسوي يا فلاش؟ ايه؟ اوه انت جيتني بسرعة الكهرباء لعندي، اهلا وسهلا. طبعا انا بجيك لانك انت صديقي، هذا افضل صديق لدي سوبرمان. نعم وانت كمان افضل صديق عندي، تعال تعال ورجينا سرعتك، انت كيف يعني تتدرب على هاي السرعة؟ كل هذه السرعة فقط من الكهرباء ومن التدريب على جهاز المشي والركض؟ نعم طبعا انا بتدرب في اليوم تقريبا 19 ساعة وخمس ساعات، انا بقتل فيها الاشرار وبشرب من هاي البوشنات عشان تسرعني. اوه والله انك قوي جدا. هي بدك تشوف قدرتي؟ يعني انت قدرتك ايش؟ قدرتك هي قدرة انك تكون سريع، بس انا قدرتي قدرة الطيران. واو عندك قدرة الطيران؟ كان في واحد شرير عنده قدرة الطيران قتلته، بتعرف هذا اللي حير جميع الابطال، ما بيعرف اي بطل خارق كيف يقتله. اوه شو هذا الوجه المرعب؟ هي هذا الشيطان، والشيطان هذا احنا مش لازم نتعامل معه بالمرة، هذا شرير. نعم واي واحد بحس انه الشيطان بوسوس له وبحكي له سوي اشي مثل هيك اشي مش كويس، شو لازم يحكي يا سوبرمان؟ اوه لازم يسمي، لانه هو افضل اشي ممكن يسويه. صديقي تعال تعال لعندي، انا هو سوبرمان، شوف كيف بطير، وهاي الجزيرة تبعتي صنعتها علشان ابحث عن الاشرار. انا رحت من هاي الجهة، رحت من هاي الجهة، نعم بدي اروح اليوم من هون، وكنت رح الاقي الشيطان ولكنك انت سبقتني وقتلته. طبعا طبعا. هي سوبرمان ما رأيك الان ان انا افعل يعني قدرة الخارقة وانت كمان تطير وانا بسرعتي ونروح نشوف احد الاشرار عشان ندمره تدمير؟ اوه فكرة جميلة، فكرة اسطورية، يلا انت وصل وانا بدي اتبعك الان في قدرة الطيران. يلا زي هيك وي يلا. شو هذا؟ طلع تحول لشرير. ملاك شرير؟ نعم. كيف صارت؟ اول مرة بحياتي بعرف انه ممكن ملاك يصير شرير. كان هذا عيونه زرقاء، كان طيب، لكن طلع كيف منظره هذا الملاك الشرير؟ ليش هيك صار؟ انا ما بعرف. يا ملاك ارجع مثل ما كنت، ارجع طيب لا. مثل طبيعتك. لا اريد ان اعود. اذا ما بدك تعود احنا رح نموتك تمويت. طلع طلع طلع. هي ما بدي ابتعدوا عني، ما بدي. اقتل يا فلاش، هذا ما له حل غير الموت. ما رح تقتلوني، ما رح تقتلوني. لا رح نقتلك، رح نقتلك. يلا هاي انا بدي اطير وبدي اسلط عليه الشعاع، شعاع سوبرمان. يا ملاك احنا ما توقعناها منك، انت الشخص الوحيد اللي لازم تكون طيب، حتى لازم تكون طيب اكثر منا. لا اريد ان اكون طيب اكثر منكم، انا شرير، انا تعلمت وسمعت وساوي الصديق الشيطان فقررت اني اكون زيه وافضل منه. اوه ملاك هذا شي خاطئ، بس خلاص لا. واو دمرناه، ما كان عندنا حل غير هذا، كان في فقط حل واحد، يا انه يكون طيب هو رفض او يموت وهو هذا قبلها ومات هذا الشرير. طبعا طبعا. والان قدرنا نقتل الشيطان الشرير والملاك الشرير، انا وصديقي سوبرمان انظر. أيوة. انزل هون، تعال تعال نستمتع انا وياك في العطلة نهاية الاسبوع ونسبح. طلع ايش هذا؟ هون كان في هون حفلة سباحة سكيلتونز. اوه والله. هي تعال تعال معي مثل هيك، انا وياك الان ايش بدنا نسوي؟ حفلة كبيرة جدا بعد ما قضينا على هذول الاشرار والابطال الخارقين. الان طبعا بيقدروا يروحوا الى عالمهم داخل هاي الحفرة. 100% يا صديقي، يلا روح سوبرمان روح.
حان دوري أنا الآن. لا تنسوا الاشتراك في هاي القناة عشان فلاش يضل يفجر جميع الأشرار. فلاش السريع.